الآن موجز الأهم وآخر الأخبار يأتيكم من ميسات. أهلا بكم. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود لجنة الاستغاثة الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. جاء ذلك في تقرير رصد الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية والتواصل المباشر معهم، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا. وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات دكتور حسام المصري، أشار أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من 850 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين. نعت السيدة انتصار قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنانة رجاء الجداوي التي توفت إثر إصابتها بفيروس كورونا. وعربت السيدة انتصار من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن بالغ حزنها لوفاة الفنانة، مشيرة أنها تركت خلفها تاريخا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة والتي ستبقى خالدة في الوجدان والذاكرة للأبد. أعلن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل تمثله للشفاء هو وأسرته من فيروس كورونا وعودته لممارسة مهام منصبه بدءا من اليوم بعد قضاء أسبوعي العزل. جاء ذلك في تصريحات له عبر صفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام. وتوجه أسامة هيكل بالشكر الجزيل لكل من سأل عنه، لافتا أن حب الناس كان سببا في سرعة التماثل للشفاء. تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة في تأمين كافة حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث ورد بلاغ برصد أحد بلانصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة. وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقام المهربون بإلقاء الشحنة بالبحر، فيما قامت الوحدات بتمشيط المنطقة وانتشال 304 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، مشيرا أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وصل إلى نحو 15,300 شخص. وأوضح المرصد أنه رصد عودة دفعة جديدة من المقاتلين نحو سوريا قادمين من ليبيا تزامنا مع عملية عكسية توجه خلالها مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة نحو الأراضي الليبية بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات داخل الأراضي التركية. عقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي صباح اليوم اجتماعا مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل. وخلال الاجتماع أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي وضعت مصر في مكانة مميزة بين دول العالم لما تتميز به من بنية تحتية رياضية فريدة جعلت مصر مركزا للأحداث والبطولات العالمية، مشيرا أنه سيضاف إليها مجموعة من المنشآت والصالات الرياضية الخاصة باستضافة كأس العالم لليد. وقد تناول الاجتماع التجهيزات الرياضية الخاصة بالصالة المغطاة بالإضافة لإجراءات الخاصة بمتطوعي البطولة من الشباب المصري.